السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في سبيل الحكمة، الذي يسعدنا أن نستضيف فيه الكاتب والمفكر الإسلامي الأستاذ عدنان الرفاعي. أهلا. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن قضية الصحابة، هذه القضية التي أسست لعلوم الحديث. عرفنا الصحابة التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي، وكيف أن البعض رأى أن الصحابة أو بعض الصحابة فوق الجرح والتعديل، وهذا هو العلم الذي جمع على أساسه الحديث النبوي الشريف. لم ننتهي من التعريف كاملا، ولم ننتهي من قضية الحكم على عدالة الصحابة من عدمه، لكننا لازلنا يا أستاذ عدنان حتى الآن في حاجة إلى تعريف قرآني لمفهوم الصحابي. لا شك أن القرآن الكريم هناك آيات عديدة تحدثت عن الذين حول الرسول، الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآيات حملت تعريفا قرآنيا لمفهوم الصحابي، فكيف ترى هذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. شوف دكتور، أفضل تعريف لكلمة الصحبة هو التعريف الذي نأتي به من كتاب الله سبحانه وتعالى. تفضل. الصحبة في كتاب الله تعالى لا تقتضي مماثلة العقيدة، يعني قد يكون هناك صاحبان على طرفي نقيض في العقيدة، لا، وقد يكون في خط واحد في العقيدة. تعال لأقرأ لك بعض النصوص القرآنية الحامل ذلك. يقول تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا الوجه الإيجابي للصحبة، وهي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. إذن الصحبة فيها وجه إيجابي. اسمع هنا ماذا يقول أيضا في سورة الكهف: وكان له ثمر فقال لصاحبه، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خير منها منقلبة. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. هناك خلاف، هنا على طرفي نقيض. أيضا في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إذن الصحبة لا تقتضي في القرآن الكريم، لا تقتضي المماثلة في العقيدة، وهذا هو أفضل تعريف للصحبة. إذن أنا أقول نعم، كل من عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وكل من عاش معه هو من أصحابه، لكن هذا لا يقتضي العدالة. شوف التعريف الذي نأتي به من كتاب الله سبحانه وتعالى. في كتاب الله سبحانه وتعالى الصحبة قد تكون هناك خلاف في العقيدة وقد لا يكون، يعني لا علاقة للصحبة بالتوافق العقيدي، ولا علاقة للصحبة يعني بأن يكون الصاحبان على خط واحد. هذا ما أريد قوله. إذن الصحبة في كتاب الله تعالى، وهو أفضل تعريف للصحبة، نعم هو من عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه، لكن هذا لا يقتضي العدالة التي يتحدثون عنها. بس هم في تعريفهم للصحبة، حتى في علماء الحديث وعلماء أصول الفقهاء، اقتربوا من هذا المعنى. نعم. لم يتحدثوا عن أن الصحبة تعني التطابق في وجهات النظر، ولا تعني الإيمان بشيء مشترك. قد تعني الصحبة ولا أن تعني أن يكون الصاحبان على طرفي نقيض. هي تعني أنا 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 إذا حدثت عن، إذا قلت في الناس قبل أن ألقاك، نعم، قال لي الأستاذ عدنان الرفاعي كذا، لن يصدقني أحد لأنني لم ألتقيك يوما. نعم. لكن إذا كنا أصحاب، نعم، وامتدت بيننا الصحبة فترة، نعم، طويلة من الزمن، نعم، ورويت عنك وقلت، نعم، يقول عدنان الرفاعي، نعم، يأكل كذا، يشرب كذا، نعم، ينام في الساعة، سيصدقني الناس. لا، ليس لأني قريب، لأني قريب منك. أنت قريب مني، أنا لا أتحدث عنك أنت دكتور، لكن الصحبة لا تقتضي المصداقية. يعني قد أنا مثلا أتكلم عنك وأن لا أكون صادقا في ذلك، وقد أكون صادقا. طب أعملها كده. طيب. فدكتور في القرآن الصحبة لا تقتضي ما يذهبون إليه في كتاب الله تعالى، وهذا أفضل تعريف للصحبة.
هو التعريف الذي نأتي به من كتاب الله تعالى. نعم الصحابة يتصفون بالصحبة، لكن هذه الصحبة لا تقتضي ما يذهبون إليه، لا تقتضي العدالة. طب قد يكون هناك من هو عدل، أنا لا أنفي العدالة عن بعضهم، أنا أقول قد يكون من هو عدل وقد لا يكون يعني غير ذلك. نحن نريد أن نؤصل دكتور تأصيلا علميا قرآنيا مستمدا من كتاب الله تعالى. هم ماذا فعلوا دكتور؟ هنا قضية يجب أن نقف عندها. هم راحوا إلى بعض الآيات الكريمة وقالوا يا أخي الصحابة، كل الصحابة عدلهم الله تعالى من فوق 7 سماوات. أين يا جماعة؟ قالوا في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال هنا الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يقولون هذه الآية تعدل جميع الصحابة. نحن نقول لهم الآتي، لماذا لم تنظروا يا جماعة إلى كلمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ من للتبعيض، من للتبعيض. نعم هنا يعني من للتبعيض. أيوة شوف دكتور، وحتى لو ذهبنا كما يريدون أهل المدينة أليسوا بس هم في عندهم آيات أخرى بشمهندس سآتي إليها إلى جميعها يعني الآية، لكن أود فتح الآية 18 سآتي إليها فتح الآية 29 سآتي إليها جميعها. نعم لكن انظر الدكتور هنا، أول من تفيد التبعيض ثم أهل المدينة أليسوا من المهاجرين والأنصار؟ تعال نقرأ هذه الآية التي تحتجون بها مع الآية التالية لها مباشرة. شوف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ما هو الآية التالية لها مباشرة تقول لك أن هناك من أهل المدينة مردوا على النفاق، وأهل المدينة تنطبق عليهم صفات الصحبة كما يعرفونها هم. لا شوف اسمح لي يعني في الآية دي. نعم يقول رب العزة سبحانه وتعالى والسابقون الأولين الأولون من المهاجرين والأنصار. نعم شطر الأول في العبارة السابقون الأولين. نعم الأولون الأولون هؤلاء السابقون الأولون كمجموعة بشرية هم جزء من المهاجرين والأنصار. نعم وهو استدلاله على العدل. نعم أو أن الله قد رضي عنهم ليس على المهاجرين والأنصار كافة. جميل. ويتحدث عن نحن نقول السابقين ذلك. الأولين لكن هم أخذوا هذه الآية دكتور وأطلقوها على الجيل الأول على كل الصحابة الآية جميعا كل من ذهبوا إلى المدينة هنا وكل. المشكلة ثم قد يقول قائل يعني هن لا تفيد التبعيض يعني مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هم قالوا من للتبيان. نقول لهم إن أردتم من للتبيان لا يجوز لكم أن تسقطوا هذه الآية على الجيل الأول. يعني أنت عندما تقول الآية الكريمة تتحدث عن الجيل الأول لابد لك أن تقول من هنا للتبعيض. ثم أريد أن أقول قولا هنا في ذلك دكتور، كلمة انظر إلى الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ماذا اتبعوهم بصيغة الماضي أم المضارع؟ بصيغة الماضي. لو أسقطنا هذه الآية على الجيل الأول دكتور اللي هو جيل الصحابة جميل، والآية نزلت في الجيل الأول، الإسقاط التاريخي يقتضي كلمة يتبعوهم وليس اتبعوهم. يقتضي صيغة المضارع. أنا مع إطلاق هذه الآية كأي آية صيغة المضارع لو كان هذا الاتباع بعد أيوة سيأتي بعد اكتمال الرسالة بالضبط. نعم. يعني ما هو شوف السابقون الأول لو أسقطنا هذه الآية على الجيل الأول وهي نزلت في الجيل الأول لو أخذنا الإسقاط التاريخي فقط يجب أن تأتي صيغة المضارع لأن الذين يتبعون لاحقا كان قال والذين يتبعونهم بإحسان رضي الله عنهم. هذه الصياغة دكتور تؤكد أن القضية أكبر من إسقاط التاريخي. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم هنا السبق إيماني. أنا أميل مع إطلاق نص الآية على السبق الإيماني يعني السابقون إيمانيا من الذين هجروا الذنوب ونصروا الحق إلى آخره، لكن مع الإسقاط التاريخي الذي يذهبون إليه من هنا للتبعيض ولا يجوز أن نقول هذه الآية تعدل جيلا كاملا هو جيل الصحابة بأكمله. تعدل جزءا صحيح هي تعدل جزءا منهم جزءا الله تعالى يعلمه.
تعدل يعني تجعلهم عدول، تجعلهم عدول. أما أن نقول هذه الآية تعدل جميع أفراد الجيل الأول، هذا الكلام ليس صحيحا. وهناك آية أخرى أصلا في آل عمران دكتور تؤكد صحة ما نذهب إليه، عندما يقول تعالى وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تشوف دكتور أصلا الجزء الأول من الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني ماذا حصل في الرسالات السابقة سيحصل هنا، يعني الأفراد المحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف أفإن مات أو قتل قلبتم، شوف ما قال انقلبوا ولا قال انقلب بعضكم أو بعضهم، قال انقلبتم على أعقابكم. أصلا كلمة انقلب دكتور تعني أنك تكون سائرا بهذا الاتجاه ثم تعود فتسير في الاتجاه المعاكس. شوف ما قال أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل، لا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قد يقول قائل كمل الآية، نعم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طيب يعني في شاكرين؟ أنا مش دكتور، نحن نقول لهم أنتم عندما تذهبون إلى تعديل جيل كامل هذا خطأ. أنا لا أقول الجيل لا يوجد فيه عدول، لا أقول لا يوجد فيه من هو صادق، أنا لم أقول ذلك. أنا أقول ذهابهم إلى تعديل جميع أفراد الجيل الأول لمجرد صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليس صحيحا، واستشهادهم بهذه الآيات ليس صحيحا. ثم أنا سآتي لك بمجموعة. طيب ما هذا التعديل يعني نحن مع السياق الآية، نحن مع ما ينطق به كتاب الله تعالى. أما أن تقول لي والله الجيل الأول كله عدول وأغمض عيني عن عشرات الآيات التي تحدث بغير ذلك، وأغمض عيني عن كلمة من بأنها للتبعيض فقط لأخدم جزئية سيبنى عليها لاحقا لتأصيل ما يسمى بعلوم الحديث، هذا ليس علما، هذا ما أريد قوله. ثم أنت تنظر في الروايات، معلش دكتور أنت شوف الروايات، أليس هم يقرون الروايات في البخاري ومسلم؟ تعالي أقرأ لك الروايات في البخاري ومسلم كيف تقول بهذه الجزئية. شوف البخاري 6098 عن ابن المسيب، عن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي، يرد على الحوض رجال ممن؟ من أصحابي، فيحلؤون عنه فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. أيضا في البخاري 6090 عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أيضا يا سيدي في البخاري 3100 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي، فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، إلى قوله العزيز الحكيم. أيضا البخاري 3191 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال عبد الصالح. أيضا في البخاري شوف أنا بجيب روايات عن شوف هنا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، يعني يخاطب الصحابة، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. أيضا في مسلم 4246 أنه سمع عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. أيضا يا سيدي في مسلم وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم ويسيؤخذ أناس دوني، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. أيضا في مسلم
يعني أنا لا أريد أن أكرر، شوف لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقول أن أي ربي أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وفي مسلم وفي مسلم أحمد وفي هذا أنا يعني أتي بعشرات. لا ده نعم ده في هذا رد عليك. نعم كيف كيف يعني البخاري ومسلم جمعوا هذه الروايات، نعم، وهذه الروايات كلها نعم تشكك في فكرة إطلاقية عدول الصحابة. نعم صحيح. وبالتالي هم يعلمون سلفا من خلال جمع هذه الروايات نعم أنها تناقض فكرة إخراج الصحابة من علم الجرح والتعديل. نعم. لكن كان هناك سبب آخر ربما لأن يقولوا أن الصحابة عدول، هذا السبب لا يتعلق باقتناعهم بطهر هؤلاء الصحابة جميعا وإخلاصهم وعدم ارتكابهم أي اسم، لكن نتيجة أن من الناحية العلمية هناك ظرف جعلهم يقولون ذلك. إيه هو الظرف ده؟ نتكلم عليه بعد الفصل. أفضل تعريف لكلمة الصحبة هو التعريف الذي نأتي به من كتاب الله سبحانه وتعالى. تفضل. الصحبة في كتاب الله تعالى لا تقتضي مماثلة العقيدة، يعني قد يكون هناك صاحبان على طرفي نقيض في العقيدة. لا. وقد يكون في خط واحد في العقيدة. لا. هم راحوا إلى بعض الآيات الكريمة وقالوا يا أخي الصحابة كل الصحابة عدلهم الله تعالى من فوق 7 سماوات، أين يا جماعة؟ قالوا في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال هنا الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يقولون هذه الآية تعدل جميع الصحابة. أنا لا أقول الجيل لا يوجد فيه عدول، لا أقول لا يوجد فيه من هو صادق، أنا لم أقول ذلك، أنا أقول ذهابهم إلى تعديل جميع أفراد الجيل الأول لمجرد صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليس صحيحا، واستشهادهم بهذه الآيات ليس صحيحا. يعني قبل الفاصل كنت أقول لك أن الروايات التي أسردتها على مسامع المشاهدين في البخاري ومسلم التي تثبت أن الصحابة كانوا بشرا وكانت لهم أخطاءهم، ومنهم من انقلب على عقبيه ومنهم من انقلب على عقبيه، نعم، كما يخبر ومنهم من بدل وغير، نعم، هكذا تقول الروايات، نعم. لكن ربما 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 قضية عدول الصحابة جميعا ترجع إلى ظرف أن جميع الحديث انقطعت بهم السبل، إن هو ذهب إلى فلان الذي على قيد الحياة فسمع منه فقال له أخذت عن فلان، فذهب إلى فلان الذي أخذ عنه فقابله، ثم هكذا حتى انقطعت به السبل نتيجة بعد الشقة الزمنية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جمع الحديث، فلم يكن أمامه من مخرج لهذه المسألة إلا بتعديل سوى لا وضع افتراض، نعم، او تسليم، نعم، عدول الصحابة يا دكتور، والا ما كانت ما كان هناك اساسا مبرر لجمع هذه الحديث. يا دكتور يعني حتى تستقيم صناعة البشرية اتي الى افراد الجيل الاول واقوم بتعديل جميع الافراد استجابة لما اقوم بصنعه انا كبشر، انا ادرس القضية دراسة علمية منهجية، انا كيف ساقول جميع الصحابة عدول والنصوص ذاتها عندي في البخاري وفي مسلم وفي مسلم احمد وفي ابن ماجه وفي تقول غير ذلك؟ هذا يدل على ان هذه الجزئية الاولى التي انطلقوا منها اولا لا يوجد اتفاق عليها، ثانيا هي مخروقة حتى في الروايات ذاتها، القرآن الكريم يؤكد انها مقدمة ليست صحيحة. هل تعلم أن هذه هي المقدمة الأولى التي انطلقوا منها في ما يسمى بعلم الحديث؟ خلاص ما قالوا كل أفراد كل الصحابة عبارة عن عدول، طيب كيف الروايات تقول غير ذلك؟ الروايات تقول، هل تعلم لو أردت أن أقرأ لك الروايات التي تذهب كما قرأت قبل
هذا الفاصل. لا خلص وقت الحلقة ولم أنتهي. روايات كثيرة دكتور تؤكد أن بعض الصحابة انقلب على عقبيه. ثم انظر ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: قل يا رب مني ومن أمتي، هذا يوم القيامة، أي أنه كان مخدوعا بهم، وهذا أمر طبيعي. فقال له: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. شوف أنا أخذ بهذه الروايات ليس انتقاء دكتور، هذه الروايات تتوافق تماما مع قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأفرض يا سيدي أننا ننتقي انتقاء كما يقولون، هذه الروايات أليست عندهم؟ هل يقولون لنا هذه الروايات ليست صحيحة؟ كيف يخرجون لنا هذه الروايات؟ ما أريد قوله دكتور أن أفراد الجيل الأول نفسهم كانوا لا ينظرون بهذه العين حتى إلى بعضهم بعضا، يعني انظر مثلا في صحيح البخاري. طيب قبل ما ننظر، يعني الذين يسلمون تسليما كاملا بعضول الصحابة ويؤمنون بالحديث، نعم، ألم يقرأوا هذه الحديث التي تسردها؟ هذه مشكلتهم دكتور، إما يقرؤون إما يعرضون عن هذه الأحاديث، لا يقومون بقراءة أحد الناس أو يقومون بتأويلها تأويلات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. أما متون هذه الأحاديث واضحة وجلية وصريحة، أي إنسان حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب اقرأ عليه هذه الروايات، واضحة وصريحة وبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض يوم القيامة ويؤخذ برجال من أصحابه ذات الشمال فيقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، بدلوا غيروا ما زالوا منقلبين على عقابهم. يعني نصوص صريحة. أما أن نأتي نحن بشروحات لا علاقة لها بهذه المتون فهذا طيب. فهذه عبارة عن عصبية. برضو كلامك برضو في مشكلة علمية. كيف؟ أن أنت بتأخذ بعض الأحاديث وبتعطيها أوزان أو بتجعلها معيار حجة على أحاديث أخرى. حجة على أحاديث أخرى. طبعا أنا هسألك سؤال دكتور، لو تحاورت أنت مع واحد يهودي أنت تؤمن بالقرآن وهو يؤمن بالتوراة صحيح؟ وجاء لك أنت، هو لا يؤمن بالقرآن، هو وجاء لك بآية من كتاب الله تعالى، هل تعتبرها حجة؟ أعتبره حجة. طيب جميل، هم يؤمنون بهذه الأحاديث ويقولون هذه الأحاديث صحيحة ويكفرون ويكفرون من يقوم بإنكارها. يا سيدي فليقولوا لنا هذه الأحاديث ليست صحيحة، نحن نسير معهم. أنا يا دكتور آتي لهم بأحاديث من صحاحهم، وفوق كل ذلك آتي بأدلة من كتاب الله تعالى. هم لا يستطيعون إنكار هذه الروايات. هم إن أنكروا هذه الروايات خلاص سنتفق، نعم هذه الروايات فيها غير صحيح وفيها صحيح واتفقنا وانتهى كل شيء. هم لا ينكروها لكن لديهم تأويل مختلف. كيف ستؤول؟ ويعني يعني أنت تعطي، أقول لك هذه الروايات أيضا، نعم، هو لو يعني استبدلتك بحد، نعم، من السلفيين، نعم، نشوفهم في القنوات الفضائية، نعم، وقلت له أنا، نعم، كمحاور هذه، نعم، الروايات، نعم، معك، سيرد علي بروايات منقضة جميل. ليضحت حجته. إذن الروايات متناقضة. جميل، أنا جميل. وصلني بمعنى حقي. إيه؟ وصلني حقي. أيوة بس ما دي طريقة غير علمية سواء منك أو منك. إذن لماذا هذا السلفي يعود فيقول لك بعد خمس دقائق هذه الروايات كلها صحيحة ولا يوجد فيها تناقض، ومن أنكر رواية منها في البخاري فقد كفر أو أو أو. جميل، هو يعني فليسر على منهج علمي صحيح. إن قال لي أنت تنتقي وهو ينتقي، طيب جميل، إذن هذه الروايات متناقضة وكل ينتقي منها ما يريد، وهذه الروايات تعطي حثيات لتولد مئات المذاهب. أنت وفق هذه الروايات المتناقضة تستطيع الآن أن تبني مئات المذاهب. لا، لأنه في كل جزئية وتعطي فرص كبيرة للذين يريدون الطعن في الإسلام مع أنها ليست الإسلام. الإسلام هو القرآن، هو هذا وصحيح وما توافق مع كتاب الله تعالى من هذه الروايات، ونحن لم نقل غير ذلك. نعم تقول لي متناقضة، أنا أقول لك الروايات متناقضة، لكن هو الذي يؤمن بكلية هذه الروايات لا يحق له أن يقول لي لماذا تنتقي، أنت تؤمن بهذه الروايات لحد دكتور كيف، وأنا أقول لك هذه الروايات صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنها تتوافق مع قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوف ما قال أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل، لا، أفإن مات أو قتل الموت أو قد حتمي، بس شوف شو قال: أفإن مات أو قتل، ما قال إنك ميت، لماذا قال أفإن مات أو قتل؟ هنا حكمة في الموضوع دكتور. يعني طيب. ما عندما يخرج محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا بأي طريق سيتم الانقلاب. طيب. كما حدث في الرسالات السابقة، شوف: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومع هذه الروايات التي هي في العشرات في البخاري وفي مسلم وفي كل المساند، طيب ماذا
نفعل أمام هذه الحقائق؟ هل بعد ذلك نعود فنقول والله الجيل الأول كله عدول والصحابة عدلهم الله تعالى من فوق سبع سماوات؟ عد هناك جزء منهم عدول صحيح، لكن أن تعدل جيلا كاملا فقط لأهواء كي تضع مقدمة تبني عليها لاحقا، هذا ليس من العلم في شيء. نعم. يعني هم يستدلون أيضا بالآية الكريمة التي تقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح آية 18 يا دكتور. رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث في بيعة الرضوان تحت الشجرة. هو يقول أن الله سبحانه وتعالى بنص القرآن نعم. رضي عن هؤلاء نعم، ولا يمكن لله ليس عن الجميع أن يرضى إلا اقرأ عن الآية عدول. اقرأ الآية. أيوة، عن المؤمنين الذي إذ يبايعون الذين بايعوه تحت الشجرة. كم واحدهم؟ طيب هذه في بيعة الرضوان معروف لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشكل علمي. نعم. طيب هل يعني هؤلاء أسماءهم موجودة في كتب التاريخ وكتب هم السيارة. أصلا اختلفوا في عددهم يا دكتور، كيف تكون أسماءهم موجودة وقت اختلفوا في عددهم؟ منهم من قال عددهم 1300، منهم من قال 1400، منهم قال 1525، ثم هذا الرقم مهما كان ماذا يساوي أمام عدد هو بعشرات الألاف أو بمئات الألاف؟ ثم رضي الله عنهم. لا تكلم الآية عن التعديل، يتكلم دكتور عن حادثة. المدخل القرآني في توقيت الحديث نعم. لو أخذنا بأقل رقم نعم، يعني هو يقول لك 1200 1300، أخذنا بأقل رقم نعم، واستطعنا أن نقول هؤلاء هم العدول نعصر على حتى 100 منهم نعم نعم، خلينا نمشي بشكلهم نعم، وهؤلاء المئة بحثنا في البخاري ومسلم عن الأحاديث التي نسبت إلى الرسول في خلاف على ألسنتهم في خلاف. هل نستطيع لو إحنا أخذنا 100 دول بس نعم ومن البخاري ومسلم 100 من الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة في بيعة الرضوان نعم، أن يكون هناك مدخل أقرب إلى العلم أو أقرب إلى اليقين في 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 غربلة الأحاديث؟ شوف دكتور، هنا الآية تتكلم عن رضا الله سبحانه وتعالى، يعني هؤلاء كانوا مخلصين، كانوا صادقين في بيعتهم هذه. نحن نتكلم عن قضية أخرى، قضية التعديل. نحن سنأتي بعد قليل، هم احتجوا بهذه الآية وبمجموعة آياتهم بإذن الله، سنأتي عليها آية آية. ولكن أريد أن أقول دكتور، هؤلاء أول مختلف في العدد، اثنين القضية تحدث عن الرضا وليس عن التعديل. ما أعني بالتعديل هو عدم النسيان، الصدق، الأمانة. ثم هل توجد الآية في الآية ما يشير إلى أسمائهم؟ ستعود أنت وتبحث بأدوات تاريخية من جديد وعبر الروايات ذاتها لتعرف من هؤلاء. إذن ستعود إلى العمل البشري الذي هو صناعة بشرية محضة. يعني هل في النص القرآني توجد أسماء لهؤلاء؟ بالتأكيد لا. ستقول سنعود إلى الروايات، عدنا إلى عمل بشري. في الروايات القضية متناقضة، إذا كان العدد يا دكتور هم يختلفون فيه، منهم قال 1300، إشي قال 1400، إشي قال 1525. بس خد بالك يعني كل ما امتدت إليه في دكتور يد البشر. أنا معرفش أنت درست البنيوية والتفكيكية ولا يا دكتور النقد الأدب يا دكتور. ال- 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 القصة دي ممكن تؤدي إلى انهيار كل شيء، انهيار كل شيء يصنعه الإنسان بعيدا عن الثوابت الحق التي يأتي بها كتاب الله تعالى. نعم، لكن أنا أمامي كنز عظيم هو كتاب الله تعالى. أنا أقول عايروا هذه الروايات على كتاب الله تعالى، لم أقول أكثر من ذلك. لماذا يخافون من معايرة هذه الروايات على كتاب الله تعالى؟ ثم يا دكتور، من قال إن أفراد الجيل الأول كان أحدهم يصدق زميله عندما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هناك روايات مكتوبة في البخاري ومسلم. اسمع سيدي، تنفي هذا اللقم. إذا كان معنا وقت اسمع. البخاري 5103 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال هذا عن قضية ينسبونها للرسول أين في صحيح البخاري، فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس. ابن عباس ما أخذش بهذا الكلام، وقال وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، طبعا على طاعم من الطعام أن يكون ميتا أو دما سواء عن خنزير. يعني هنا ابن عباس لا يأخذ بقول ينسب إلى الرسول، يقول لك أنا مدام عندي قرآن بقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من الطعام أن يكون ميتا أو دما سواء أو لحم خنزير. طيب كيف سأقول وإن قال فلان قال رسول الله؟ هذا في الجيل الأول دكتور، أنت تتحدث عن قضايا
ما زلت في الجيل الأول. حتى في الجيل الأول هناك روايات تؤكد أنهم كانوا لا يأخذون حتى من بعضهم إن كان ذلك مخالفا لدلالات كتاب الله تعالى. فكيف أنا سآتي بعد قرون لأقوم بجمع روايات وأقول الحديث مستقل بذاته، الحديث لا يعرض على القرآن، ما نسبه بعضهم كما قرأنا في حلقة سابقة أنه أعرض الحديث القرآن هو قول باطل لا أصل له. إذا كان أفراد الجيل الأول وفي رواياتنا نحن، أنا يا دكتور لا آتي بروايات من عند الهنود الحمر ولا من عند أهل اليابان، آتي بروايات من البخاري ومن مسلم ومن مسند أحمد ومن ومن. طيب أنا أسألك سؤال، يعني فكرة جت في ذهني، أنت تعرف أن هناك حديث منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه أنا مع عمر حيث أحب وعمر معي حيث أحب، والحق من بعدي مع عمر، ولو كان هناك نبي من بعدي لكان عمر. هذا الحديث أورده العقاد في كتابه عبقرية عمر وأصله. نعم. يعني نعم. وعمر مشهور في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشرية نعم بالعدل والإخلاص والورع والتقوى. نعم. طيب إذا كان هناك حديث منسوب لعمر أيضا نعم أو رواية تاريخية تقول أنه قد نهى أبو هريرة نعم أن يقول قال الله وقال الرسول بالضبط، وليس هناك أعدل من عمر نعم، والبخاري كان يعلم ذلك ومسلم نعم كان يعلم ذلك وكل من جمع الأحاديث كان يعلم ذلك أن عمر العادل وعثمان نهى أبو هريرة وعثمان نعم عفان نهى أبو نعم هريرة نعم أن يحدث. طيب إذا كانت المسألة كذلك فلماذا تم الاعتناء رغم إيمانهم بإخلاص عمر وعدالته، تم الاعتناء بجمع الأحاديث إذا كانت الصحابة الأوائل لم يجمعوا من قامة عمر رفضوا هذه المسألة، رفضوا التقول على الرسول؟ يا دكتور نحن قرأنا الروايات في حلقة ماضية أن عمرا أراد أن يجمع السنن ثم أعرض عن ذلك، وكيف أن عمر بعث إلى أبي هريرة يحذره من الحديث، وأن عثمان أيضا. وقلنا إن كان الحديث كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهى نزول النص القرآني، لماذا نرى صحيح أبي بكر صحيح عمر صحيح أبي هريرة؟ لماذا تأخر الجمع قرونا من الزمن؟ تأخر الجمع قرونا من الزمن لأن الصحابة الأوائل كانوا مدركين تمام الإدراك أن ليس هناك أمر بجمع هذه الأحاديث. طيب جميل، وأنها لم تضيف إلى كتاب الله. طيب كيف أدرك اللاحقون ما لم يدركه السابقون وقاموا بجمع هذه الرواية؟ لا، اللاحقون أدركوا لظرف آخر. طيب هل اللاحقون أكثر علما من السابقين؟ لا. يعني هل يعقل هذا الكلام؟ لا. يعني شوف دكتور، لو جمع الحديث في الجيل الأول لوفرنا الكثير، يعني كان الصحابة ما زالوا على قيد الحياة وتأخذ بالصحابي مباشرة، ما فيش العنعنات عن فلان عن فلان عن فلان، ما فيش داعي، فورا اجمع من الصحابي ذاته. لماذا تأخرت قرونا وبعد فتن أحرقت الأخضر واليابس، ومع ذلك نقول هذا الجمع يحوي ويحوي يحوي الأحاديث الموضوعة ويحوي الأحاديث الصحيحة؟ طبعا لو جمع الحديث في العصر الأول كان من الأفضل، يعني جمع الحديث في العصر الأول أفضل بكثير، لماذا أنت تأخر قرونا من الزمن؟ لماذا لم تجمع فورا؟ هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث حتى لا يختل القرآن، وأتينا بالروايات التي تنقض ذلك. قلنا أبو هريرة متى أسلم؟ في نهاية الدعوة. مو أبو هريرة بقول كنا قودا بمعنى نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما هذا تكتبون فأحرقناه بالنار. طيب يا جماعة مو أبو هريرة أسلم في نهاية الدعوة، وجبنا عشرات الروايات، كانت سبعة هجرية، جبنا عشرات الروايات، قال لم يترك إلا ما بين الدفتين، وما في الصحيفة، قالوا وما في الصحيفة، ذكر ما في الصحيفة. ومع ذلك رغم كل ما تقول إلا أن هذا الجمع كان مهما وكان ضروريا، أنا لست وعلى ما فيه من عوار، إلا أنه أنقذ الإسلام من مزالق أكثر سنعرفها بعد الفاصل أعزائي المشاهدين. حدود الصحابة جميعا ترجع إلى ظرف أن جميع الحديث انقطعت بهم السبل، اللي هو ذهب إلى فلان الذي على قيد الحياة فسمع منه فقال له أخذت عن فلان، ذهب إلى فلان الذي أخذ عنه فقابل، ثم هكذا حتى انقطعت به السبل نتيجة بعد الشقة الزمنية
بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جمع الحديث. كيف يخرجون لنا هذه الروايات؟ ما أريد قوله دكتور أن أفراد الجيل الأول نفسهم كانوا لا ينظرون بهذه العين حتى إلى بعضهم بعضا، أتي لهم بأحاديث من صحاحهم، وفوق كل ذلك آتي بأدلة من كتاب الله تعالى. هم لا يستطيعون إنكار هذه الروايات. هم إن أنكروا هذه الروايات خلاص سنتفق، نعم هذه الروايات فيها غير صحيح وفيها صحيح، وأن توجد الآية في الآية ما يشير إلى أسمائهم. ستعود أنت وتبحث بأدوات تاريخية من جديد وعبر الروايات ذاتها لتعرف من هؤلاء. إذن ستعود إلى العمل البشري الذي هو صناعة بشرية محضة. يعني هل في النص القرآني توجد أسماء لهؤلاء؟ بالتأكيد لا. رغم كل ما تقول إلا أن هذا الجمع كان مهما وكان ضروريا، أنا لست وعلى ما فيه من عوار، إلا أنه أنقذ الإسلام من مزالق أكثر. يعني قبل الفصل كنت أقول لك على ما ترى من مآخذ ومسالب في طريقة جمع الأحاديث وفي مسألة الجرح والتعديل واعتبار الصحابة عدول، لكن لو وضعت نفسك مكان البخاري في وقت جمع الأحاديث ما فعلت غير ذلك؟ يا سيدي، الذين أرادوا الطعن في الإسلام والنيل منه لم يصلوا إلى المصحف الشريف. نعم، لأنه محفوظ من عند الله. محفوظ من عند الله، فتقولوا على الرسول وكذبوا، ونتيجة الفرق والمذاهب السياسية اخترع البعض أحاديث ليبرر مواقفه كما تعلم، والسلطة غزت هذا الاتجاه. وجد البخاري نفسه أمام 600,000 حديث طروة، كان أبو حنيفة لا يأخذ إلا 17 حديث منها في فقهه. كان على الرجل أن يغربل هذه الأحاديث، ينزلها من 6,000 إلى 4,000 بهذه الطريقة. نعم، أخذ 1% يعني. أخذ 1% بهذه الطريقة، وجرح وتعديل وبهذا المنهج اللي أنا لازلت مؤمن أنه قياسا لما كان سائدا في أيامها في العلوم الإنسانية يعتبر ثورة في العلم. أنا بقول لك حاجات أنا عارف، أنا عارف يعني منهج بحث. نعم، منهج في العلم في التطبيقي كعلم إنسان غاية في الدقة والإحكام، رغم ما فيه من عوار لا نستطيع أن ننكر ذلك وفيه من نقص، لكن في النهاية المشكلة ليست هنا. المشكلة في من لا يريد أن يعطيك ويعطي غيرك الحق الذي أعطي للبخاري، أن يغربل الأحاديث من 600,000 كانت فيها كذيب على الرسول إلى 6,000. لما نيجي دلوقتي نقول العلوم اللي تقدمت والمناهج اتغيرت وعايزين نقيس المتن على القرآن، نعم، تجد مشكلة. نعم، فالمشكلة ليست في البخاري ولا في أنا لم مشكلة في هؤلاء دكتور الذين حولوه إلى الكتاب المقدس. كم مرة أنا يعني أتفق معك 100% في هذا الكلام. المشكلة ليست في البخاري. أنت تصور أن البخاري أمامه حوالي 600,000 حديث، اختار منها 1%. طيب، ألا كان من الممكن أن تكون هناك أحاديث صحيحة فيما لا في الأحاديث التي لم يختارها البخاري؟ أكيد، لأنه ليس معصوما. طيب، في الأحاديث التي اختارها البخاري ممكن في أحاديث مش صحيحة. طيب جميل، إذا كيف أنا آتي وأختزل الأمة في شخص أو في مجموعة أشخاص وأقول هؤلاء يربون على الأمة إلى قيام الساعة؟ يعني القضية دكتور هي في النهاية صناعة بشرية. ثم البخاري، أنا أفرض أنني كنت مكان البخاري، أنا سأقول إياكم أيها الناس أن تجعلوا من عملي هذا نصا مقدسا، تقومون بحظر التدبر والتفكر فيه إلى قيام الساعة. القضية كما تفضلت ليست في البخاري وليست في مسلم وليست في مجمع الحديث، بالعكس هؤلاء جزاهم الله تعالى كل خير قاموا بأعمال عظيمة، لكن مشكلة في المتأخرين يا دكتور الذين استثمروا هذه الكتب إلى عصبيات، حولوا إلى عصبيات مذهبية وطائفية وراحوا يدافعون عنها بشتى السبل وجعلوا منها سقفا لا يجوز لنا أن نتجاوزه حتى في تدبرنا لكتاب الله تعالى. المشكلة هنا. نعم، المشكلة ليست في البخاري. البخاري رجل عمل واشتغل، يعني جاب لنا 4,000 من الحديث، كانوا 600,000 حديث أو وهكذا يعني. لكن المشكلة في القول بأن ما جاء في البخاري كله صحيح.
ما جاء في مسلم كله صحيح. المشكلة في القول بأننا يجب أن لا نعاير المتون على كتاب الله تعالى. المشكلة أين المشكلة دكتور؟ هم اعتمدوا على علوم السند فقط، أو في معظم اهتمامهم كان الأمر متعلقا بالسند وليس بالمتن. وعلم السند من أوله إلى آخره هو علم مبني على تزكية رجال لرجال، يعني يؤخذ بالمقاربة، لا يسمى علما ولا بأي شكل من الأشكال. يعني الصحابة أنفسهم تقاتلوا، لو كانوا يثق، يعني الذي يقاتل إنسان ويقطع رأسه ما رأيه به بالآخر؟ رأيه سلبي. طيب إذا كان الصحابة أنفسهم قد تقاتلوا وقطعوا أعناق بعضهم بعضا، يعني كانت آرائهم ببعض سلبية جدا، آتي أنا بعد قرون وأقول كلهم عدول وكلهم 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 وكلهم، أو يأتي الآخر ليسب الصحابة بكليتهم؟ نحن نسير بالطريق الوسطي يا دكتور، نقول اتبعوا الوسطية، آن الأوان أن نعاير هذه المتون على كتاب الله تعالى. أنا أريد هنا أن أقف عند الشيء، لأنه الشيء ده بصراحة قد يكون صادم للناس. نعم. أنت تقول الصحابة قطع بعضهم رق، أي صحابة يا سيدي؟ معك الجمر الصفير. لا، ما أنت كده بتتبنى نفس التعريف الواسع للصحابة اللي أنت بتنقده. طيب كم نسبة الذين شاركوا يا دكتور في معركتي الجمل والصفين؟ يعني هل السيدة عائشة رضي الله عنها نعم أمسكت سيف وقطعت؟ لا 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 لا، لكن هي هل سيدنا علي بن أبي طالب قتل إنسان؟ طبعا. لكن شو سوي في المعركة؟ يعني علي بن أبي طالب وغير علي بن أبي طالب ماذا كان يفعل في المعركة؟ يعني عشرات الألاف من الأعناق التي قطعت، من قطعها؟ أهل الصين أم الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية؟ هم قطعوا، يعني من الذي اشترك في هذه المعارك؟ هم ذاتهم. يعني أنت عد إلى الروايات ذاتها دكتور، يعني سترى الكثير يعني من قضايا. يعني ماذا سأقرأ لك؟ يعني شوف مثلا هذه الرواية، يعني شوف أنت الجانب الإنساني الجانب البشري. الإنسان هو إنسان في الأخير. شوف في البخاري ماذا يقول: فمر رجلان من الأنصار، رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. يا أخي فشوف أنت الجانب الإنساني حتى في التعامل مع النبي. قبل ما تقول الحديث يا سيد العزيز، أنا أعرف من مؤرخين ثقات كبار أن التاريخ اختيار، بمعنى التاريخ روايات متعددة. جميل. هناك رواية تتغلب وتنتصر. نعم. أنا أجزم لك لأن التاريخ المكتوب نعم هو تاريخ السلاطين. جميل. لماذا نرفع هذا التاريخ إلى مستوى المقدس؟ لا أنا ما بتكلمش هنا عن المقدس. بنو أمية نتيجة أن الملك قد انتهى إليهم نعم هم الذين كتبوا التاريخ السياسي للإسلام، وتأثر الروايات بهذه السياسة بغض النظر وبهذه الأنظمة. فإذا كنت تقرأ كلاما في كتب التاريخ على أن بعض الصحابة قد أمسك السيف وقتل صاحبه، وأنت تعلم أن هناك حديث وهناك تحذير، هناك قرآن يقول هناك قرآن يتحدث في هذه المسألة بشكل قاطع ولم يمتثلوا له، هذا كلام خطير. نحن استقينا هذا الكلام من روايات بني أمية. من قال لي أن روايات بني أمية الطامعون في الملك الذين أعادوا صياغة أحداث التاريخ الإسلامي الأول بما يتماشى مع أهوائهم ومع مصالحهم أن هذه الروايات صادقة؟ أحكم منها على أن عائشة رضي الله عنها، على أن سيدنا علي كرم الله وجهه، على أن سيدنا عمر، كل هذه من قال لك ذلك؟ ما أنت بتقع برضو في أشياء غير علمية كما أنت تتهم الآخرين بغير علم. أنا الصحابة ليسوا موجودين أمامي وفي قفص الاتهام وأريد أن أحكم عليهم وأدخلهم إلى السجن. نحن ندرس دراسة علمية موضوعية لروايات هم يقدسونها. طيب جميل، ما دام التاريخ كتبه بنو أمية وإلى آخره، لماذا نقدس هذا التاريخ؟ ما هو قتل الصحابة لبعضهم موجود في الروايات عندنا في البخاري وفي مسلم وفي وفي وفي. إذا كانت هذه الروايات تحمل، وهي بالفعل تحمل وكلامك صحيح، طيب لماذا نقدسها؟ ولماذا نقول بعضها يحمل صلاحية نسخ بعض أحكام كتاب الله تعالى؟ هذا ما نصرخ به يا دكتور، هذا ما نقول به يا دكتور. هذه الروايات يا جماعة عبارة عن تاريخ فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، ممكن يكون كما تفضلت لم يحدث هذا، لكن هذا الذي نحن ننطق به جاءنا عبر هذه الروايات ذاتها. هنا المشكلة دكتور، هنا المشكلة في هذا الموضوع. كيف نصدق الرواية يا دكتور؟ شايفين عبد الحكيم عامر انتحر ولا قتل؟ يا دكتور شايفين عبد الناصر مات مسموم ولا مات؟ يعني ودي طيب جميل. من طيب كيف نأتي لك 40 سنة كان كيف نأتي برواية جمعت بعد ثلاث قرون
ومرة نصدق هذه الروايات ومرة لا نصدق هذه الروايات. المشكلة في هذه العقول وليست في هذا ما نقول. المشكلة في من رفع هذه الروايات إلى مستوى النص المقدس انتصارا لعصبيات مذهبية وطائفية، وأتكلم عن الطرفين، أتكلم عن السنة وعن الشيعة على حد سواء. الشيعة ليسوا أفضل حالة من السنة، والسنة ليسوا أفضل حالة من الشيعة، كل يغني على ليلة. هم أيضا أرخوا تاريخا مختلفا، قادح في كل من عارضوه بالضبط، وكل من وقفوا وجاءوا بروايات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وأنا عندي مجموعة من رواياتهم تبين للقاصي والداني أنهم ليسوا أفضل حالة من السنة، بالعكس عصبيتهم لآل البيت حتى أساءت لآل البيت ذاتهم. إذن القضية دكتور قضية عصبية مسبقة الصنع. نحن نعود فنقول علينا أن نعاير هذه الروايات من أقصى السنة إلى أقصى الشيعة على كتاب الله تعالى، حينئذ نكون قد سرنا في الطريق الحق، حينئذ نكون قد وحد الأمة، حينئذ نختزل الكثير من الدماء ومن التشذم ومن الاقتتال ومن الضعف ومن الهوان. أما كل له رواياته وكل يطبل ويزمر لرواياته ويكفر الآخرين، هؤلاء يأخذون بعدالة الصحابة والصحابة والصحابة وهذا في آل البيت حتى جعلوا من آل البيت في مقام قريب من الألوهية وفق النبي. فهي دكتور قضية مخيفة، هذه ليست من الدين. يعني ماذا يفرق والله إذا كان والله اللي استلم الخلافة أبو بكر أو علي أو عثمان أو عمر أو الحسن أو الحسين؟ ما هو الدين مكتمل في الكتاب الله تعالى؟ استلام الخلافة قضية سياسية وهذا دين. لذلك نقول لهم الدين دين والسياسة سياسة، ميزوا بين هذين العنصرين احتراما للدين وللسياسة على حد سواء. يعني أفرض استلم الخلافة، من استلم؟ هل سيغير آية في كتاب الله تعالى؟ هل سيقول والله الظهر 4 ركعات حنجعله 7؟ قضية سياسية. هل سنبقى نطبل ونزمر إلى قيام الساعة من استلم الحكم ومن استلم الخلافة والصحابي الفلاني أفضل من الفلاني يا أخي؟ الله أعلم بكل هذه القضايا، ونحن نتكلم عبر الروايات هي في معظمها هي في كليتها ظنية الثبوت أو أقل حتى من ظنية الثبوت. فكيف إذا نحن نتقاتل يقتل بعضنا بعضا بناء على رواية قالها فلان في عصر من العصور؟ ثم من قال لك حتى البخاري؟ يعني لماذا يكون قد وضع على البخاري بعد أن مات؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ يعني كل الاحتمالات دكتور مفتوحة. أنت عارف في مقولة يعني بعض الكتاب المسيحيين لدينا في مصر يضاهون بين حركة الدعاة الجدد وبين الحركة التي حدثت في المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد. طريقة الدعاء الجدد عندنا منقولة من هناك. نعم. حتى موضوع التداوي بالقرآن أو إعجاز القرآن. نعم. العلمي برضو منقولة من, نعم. من, من, من الغرب. نعم. بهذه الطريقة نفسها نستطيع أن نقول أن ما جرى على الأديان الأخرى. نعم. من الخروج عن النص المقدس الذي نزل. نعم. ومحاولة إطفاء قداسة على الرجال قد حدثت في الإسلام بهذه الطريقة. القرآن يقول ذلك، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. شو صار بالرسالات السابقة؟ حيصير أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لكن هناك فارق واحد دكتور، أنه في الرسالة الأخيرة تكفل الله تعالى بحفظها فلن تحرف. لكن نحن نقول لهم عودوا إلى هذا النص المحفوظ، اجعلوا منه معيارا لكل ما هو دونه. يا جماعة إذا الله تعالى يقول واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق اللي هو القرآن، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نقول لهم عودوا إلى هذه الآيات تفكروا بها، ستعرفون أن هذه الروايات عبارة عن تاريخ فيها من المقدس بمقدار ما تتوافق مع كتاب الله تعالى، وفيها من الوضع بمقدار ما تختلف مع دلالات كتاب الله تعالى. طبعا ما حدث سيحدث. كل صناعة بشرية دكتور لا تكون مطلقة، كل الصناعات البشرية، نحن بشر، يعني فلان يزكي فلان وفلان يأخذ من فلان وفلان يتعصب لفلان وفلان والله انتماءه نحو الشيعة وفلان انتماءه نحو السنة، هذه الأهواء كلها تدخل في الاعتبار. من قال أنهم ملائكة؟ من قال بأنهم معصومون؟ إذن هذه روايات لا تؤخذ بالمقدس، تؤخذ بالمقاربة التاريخية، تؤخذ بالمعايرة على ماذا؟ على كتاب الله تعالى، ونحن لم نقل غير ذلك. نحن لا ننكر السنة، كم مرة قلنا نحن نؤمن بحجية السنة الشريفة،
نحن مشكلتنا يا دكتور مع ثبوت الرواية عند السنة والشيعة على حد سواء. هم أيضا يعني يستشهدون بآية أخرى، الآية 29 في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. هذه لا تعد أفراد الجيل الأول، محمد رسول الله والذين معه. شوف رسول الله يعني كل من يقف معه في خندق هذه الرسالة، لكن ألا يوجد منافقون في الجيل الأول؟ يعني القرآن الكريم كم آية تؤكد لنا يا دكتور أن هناك كان من المنافقين في الجيل الأول، وهؤلاء المنافقون تنطبق عليهم تعريف الصحابي كما وضعها هؤلاء. فسروا الآية محمد والذين معه باعتبار الذين كانوا مع الرسول في بداية الدعوة، معه إيمانا ومعه موقفا ومعه اعتقادا. القضية لا تكلم عن مكان دكتور، لا تكلم والله عن جيل محدد، لأنه هنا يتحدث عن الرسالة وليس الشخص. بالضبط، محمد رسول الله، تحدث عن الرسالة، يعني كل من يقف مع محمد. ثم هذه الآية صالحة أصلا لكل زمن ومكان. نعم. كل إنسان يقف مع المنهج الذي أنزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذه صفاته. يعني القضية لا يعني هم وضعوا نتيجة. شوف دكتور، وضعوا نتيجة وبدأوا يبحثون لها عن مقدمات من كتاب الله تعالى. أنا أقول لهم لن تجدوا مقدمات في كتاب الله تعالى تنتصر لكم، لأنكم وضعتم نتيجة ليست صحيحة. الصحبة نعم، الصحبة هي الرفقة، لكن الصحبة لا تقتضي حتمية الموافقة في العقيدة، لا تقتضي أن يكون الصاحبان على موقف واحد على رأي واحد كما رأينا في كتاب الله تعالى. لذلك ندعوهم إلى دراسة موضوعية منهجية، يعني أن ننزع العصبيات من أنفسنا، حين ذلك نرى الحقيقة. أما أن تأتي بعصابة العصبية وتقوم بوضعها على عينيك لن ترى شيئا. سنبقى ندور في حلقة مفرغة إلى قيام الساعة، بل سنزداد تشرذما وانقساما من جيل إلى آخر. طيب، هم أيضا يعني يستدلوا بالحديث ورد في كتاب المناقب، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم مغرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه. يا دكتور، هل الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من قبره بعد قرون وقال هذا الحديث، أم قال هذا الحديث في الجيل الأول؟ أنت تقرأ الحديث تعرف أن الحديث موضوع، تعرف أن الحديث موضوع في القرن الثالث الهجري، الانتصار لعصبية محددة. اقرأ الحديث، لا تتخذوهم. طيب، ما هو الذين يسمعون هذا الكلام هم من الصحابة. يعني سنعود إلى نفس الحديث، لا تسبوا أصحابي، هم السامعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينطق بهذه الكلمات هم من الصحابة، وتنطبق عليهم تعريف الصحابة، فكيف يقول للصحابي لا تتخذ الصحابي؟ ما هو الحديث يعني انت شوف الصحابة، هو بيتكلم عن البعض. طيب، ما هو البعض صحابة، ده تقييد لمفهوم الصحابي. أنا فاهم عليك دكتور، يعني الذي كان يسمع، يعني معقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في الهواء وبدأ يتكلم، أم كان يتكلم أمام أناس؟ ما هم هؤلاء الأناس الذين كانوا يسمعون هم من الصحابة. إذا كان الكلام صحيح، إذا تعريفهم للصحابي فليعيدوا النظر بها. تعريف الصحابي كما وضعوها أولا هي فيها اختلاف، فليعيدوا النظر بها، وليعيدوا النظر بمبدأ عدالة جميع أفراد الجيل الأول، يعني جميع الصحابة. هذه قضية ليست صحيحة. هذا لا يعني إهانة للصحابة، لا يعني انتقاصا من الصحابة، لا يعني سبا للصحابة، أبدا أبدا. نعم، هذا عن قضية الصحابة وتعريفهم وما ورد حول قضية عدولهم عند السنة. فماذا عند الشيعة؟ تظهرون في الحلقة المقبلة.